دايع لعب كرة طويلة إلى الأمام، ثم محمد الشلهوب يتقدم في الهجوم الهلالي. الشلهوب يتقدم، يلعب كرة ممتازة إلى تياغو نيفيز، هدف أول للهلال. الله، القحطاني سجل، القناص سجلها. قلت لك ما يسجل إلا 10، لكن أهدافه عن 10، والهلال 10 على 10. 1-0 للهلال، يتقدم الهلال بهدف يبدأ وينطلق فيه الموهوب في عالم كرة القدم. الشلهوب من تقدم وضع الكرة إلى نيفز، وثم اللمسة البرازيلية جت ما قبل الأخيرة من راقص السامبا إلى كرة للشلهوب. يتقدم الهلال في المباراة 1-0. لاحظوا الكرة ملعوبة إلى تياغو نيفز، ثم القحطاني ينهي موقف الكرة الماضية إلى هدف أول في المباراة. مرت الكرة من الجميع، مرت للجهة اليسار إلى القناص، إلى الكاسر، إلى ياسر، إلى هدف أول للهلال. 1-0 إذن الهلال يتقدم.